السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. هاي فكرة حلوة شباب، نسوي عندها مشربية بشغلات جدا سهلة. اول شغلة تسووها مثلا عندك مثل هاي العلبة او العلبة اللي انت تريدها، يعني قبق تلزق بيها هيك، وهذا البطل تزرفه زرف من هنا وزرف من هنا مقابل وزرف فوقه هنا، يصير هذا مال يعيشون مال التنفيس عمود، يعني خروج الفقاعات. شده هيك ثباتية فول يصير نشرب ويا بلاش. اليوم نسوي قفص جديد من شغلات بسيطة حيل. لقيت هاي الخشبة، هاي لقيتها وقلت اسويها قفص. خلينا نشوف شو راح نرتبها. الله، ما راح اسوي فول قياس في هاي السوالف، بس انه الشغله مستعجله. مثل ما تشوفون ثبتته من ورا، هاي دنك، بعد انا اضيف له دنك ان شاء الله، بس هاي كواجهي حاليا. يصير فول حلو كبير مرتب راح يصير. ما العلم قلت هيك مال السرعه، بس راح يصير كلش حلو. هاي مثل ما تشوفون وصلنا لهالمرحلة، شوف كبره وعلوه وبعد جار العمل. والله عنده بواقي من الخشب وقلت اسوي بيهم قفص، وطلع احسه مرتب. وبعد التقييم يومكم هذا، شوف كبره يطلع تقريبا مترين وشوية، النزال ماله تقريبا 70-80 هيج، والعلو ماله تقريبا 1.30 متر يطلع. كله يعني بواقي خشب، مو تقول يعني
اشتريت خشب وخسرت عليه شيء، كل شيء ما خسرت عليه. هاي كملنا الحوض ان شاء الله ترتيب وتنظيف، بس بقى ان شاء الله من اروح اجيب له سمك. هسه بيه هو سمكه واحده، وين صارت ذيك؟ سطره مدري ذهبيه. هسه حاليا بسمكه، وان شاء الله بس اروح اجيب النوب سمك، نضيف شي نوب جديد ان شاء الله المحميه مالتنا، وان شاء الله يكون شي حلو ويونسنا ويونسكم.
Thank you.
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.